على طول. قمر يا بلدي حلوة يا بلدي. صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، صباح الخير وصباح التفاؤل على كل مشاهدينا من مصر ومن كل مكان في العالم. صباح جديد وبالتالي حلقة جديدة من هذا الصباح على شاشة اكسترا نيوز. كالمعتاد بيسعدني وبيشرفني اكون موجود مع حضراتكم النهاردة يوم الاثنين 19 يونيو لهذا العام 2023 لمدة ساعة على الهواء مباشرة مع الزميلة العزيزة سارة سراج. صباح الخير عليك يا سارة. صباح الخير عليك يا باسم، صباح الخير على كل مشاهدي اكسترا نيوز في مصر وفي كل العالم. 10 أيام تقريباً بتفصلنا عن ذكرى حدث مهم وفارق في تاريخ مصر، طوق نجاة أنقذ ملايين المصريين من الغرق، وطبعاً لنا كلام كتير عن مرور 10 سنين على ثورة 30 يونيو. يمكن في حديثنا على مرور 10 سنوات عن ثورة 30 من يونيو لازم نتكلم مع حضراتكم عن سنوات وعن عقود طويلة جدا عانى فيها الشباب المصري من الإقصاء ومن التهميش وأيضا من الحرمان من أبسط الحقوق سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى السياسية. لكن ومنذ بزوغ فجر ثورة 30 من يونيو كان الشباب المصري على موعد مع علامة فارقة في التاريخ، أفسحت الثورة المجال ليهم للحصول على حقوقهم وعلى فرص في المشاركة في الحياة العامة وأيضا في الحياة السياسية وكذلك في الحياة الاجتماعية. وطبعا كمان يا باسم شهدت الدولة المصرية في الأونة الأخيرة خاصة السنوات العشر الماضية طفرة غير مسبوقة في ملف الشباب، فمنذ تولي رئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد حققت الدولة إنجازات ملموسة وواضحة للشباب، وده تجسد في تقليد الكوادر الشبابية للعديد من المناصب القيادية والتنفيذية ووصول تلك الفئات لتكون في مراكز صنع القرار وأن يكون لهم دور محوري في المشاركة في العديد من الأحداث، وده ما دعا البعض لأن يطلق عليه العصر الذهبي للشباب. هذا المصطلح صار يمكن واحنا بنقول العصر الذهبي للشباب يعني مصطلح واقعي وحقيقي، لأن الدولة اهتمت خلال العشر سنوات الأخيرة بقضية تمكين الشباب مع إعداد لجيل جديد من القيادات الشابة، لأنها بتؤمن حقيقي بالأفكار الجديدة وبحماس الشباب في صنع الفرق وبرغبتهم في تطوير بلدهم من خلال المشاركة في المناصب القيادية بالدولة، وكذلك وجود الشباب في البرلمان وفي غيره من المناصب المهمة. أكيد يا باسم، وحدثنا عن الإنجازات اللي حققتها الدولة المصرية مع مرور 10 سنين على ثورة 30 يونيو هيكون في مختلف المجالات والقطاعات، وكمان هيكون لنا حديث آخر في هذا الصباح عن العديد من الملفات والقضايا المختلفة، وهتكون البداية مع العناوين. نبدأ حلقة النهاردة مع العنوان الأول، الأولى في الناتج الإجمالي 10 سنوات من دوران ماكينات الصناعة بمصر. منذ انطلاقها فحص وعلاج 5 ملايين طفل ضمن مبادرة ضعف السمع لحديث الولادة. بتكلفة 1,500,000,000 جنيه انتهاء 90% من إنشاءات محطة القصب بوادي الصعيدة. ومن التهميش إلى التمكين، الشباب حجر زاوية بمستقبل الجمهورية الجديدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. مصر جميلة، مصر جميلة، خلي فاكر مصر جميلة. حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو كل. Thank you.
هنبدأ حلقتنا النهاردة من قطاع الصناعة وطفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة على مدار الأعوام التسعة الماضية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ضمن ثمار هذه الطفرة تحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية رغم التحديات الخارجية بإجمالي 32 مليار و400 مليون دولار بارتفاع نسبته 46% مقارنة بالماضي، إلى جانب أن القطاع الصناعي استطاع احتلال المرتبة الأولى من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قدرها 17%. هنتعرف على معلومات أكثر عن جهود الدولة خلال العشر سنوات الماضية في قطاع الصناعة من خلال العرض التالي. عشان نعرف المزيد من التفاصيل عن هذه الأرقام اسمحوا لنا أن ينضم إلينا الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك دكتور محمد. يا أهلا وسهلا فندم. صباح النور. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. منورنا في هذا الصباح يا دكتور، وعايزين نعرف من حضرتك واحنا بنتحدث عن الصادرات المصريه، طبعا الصادرات بتنقسم الى صادرات صناعيه او صادرات غير بتروليه وصادرات بتروليه، عشان كده احنا لما بنتحدث عن الرقم البعض بس ما يتلخبطش ان احنا لما بنقول ان صادراتنا في العام الماضي وصلت ل 51 مليار او اكثر من 51 مليار ونصف المليار دولار في العام 2022، احنا بنتحدث عن مجموع كل ما تم تصديره منه 32.4، ودي التقديرات الأولية لسه ما كان يعني فيش تقديرات نهائية بنهاية العام، طفرة كبيرة جدا لو بنقارن بصادراتنا غير البترولية مقارنة أو بداية من سنة 2014. هذه الطفرة الكبيرة زيادة أكثر من 45% قرابة 50%، كيف تحققت على مدار هذه الفترة دكتور محمد؟ في البداية برحب بحضراتكم السادة المشاهدين في كل مكان. يمكن حضرتك زي ما حضرتك تفضلت كده، احنا الصادرات المصريه بتنقسم ما بين صادرات استيلائيه وصادرات بتروليه. في المجالين بالضبط النهارده مع وضع الاستراتيجيه او مستهدف الوضع سياده الرئيس من خلال مبادره الوصول بالصادرات المصريه الى 100 مليار دولار، كان رقم صعب جدا في بدايته. النهارده مع الجهود اللي بتبذل اعتقد النهارده ان احنا في طريقنا الصحيح. النهارده بقى الحلم اللي كان بعيد النهارده في طريقنا لتحقيقه. بالفعل وصلنا تخطينا ال 50 مليار في العام الماضي، كان منهم ما يزيد عن او ما يقرب من 33 مليار صادرات سلعيه، فده ان كان يدل لما نيجي نحلل الرقم على الصادرات السلعيه لوحدها ده يدل ان اصلا عندنا في الاتجاه بالاقتصاد المصري اللي يعني يكون اقتصاد حقيقي قائم على الانتاج. يعني النهارده الرقم ده مش هيتحقق بدون ما يكون عندي انتاج، وانتاج فيه بجوده وفيه قابليه للمنتج المصري اللي بيتم وفي ليه قبول عام في الاسواق الخارجيه وليه نفاذيه في الاسواق الخارجيه. النهارده ان انا اصل بصادراتي ان هي تزداد لما يقرب من 46% زياده في الصادرات. النهارده بتكلم على ما يقرب من 33 مليار صادرات سلعيه ما بين انتاج صناعي وزراعي بكافة المنتجات، ويمكن ده اللي بيميز الاقتصاد المصري فعلا يا دكتور. يعني احنا شايفين فعلا يا دكتور تطوير كبير في قطاع الصناعه وانجازات كبيره الحقيقه. حضرتك من وجهه نظرك شايف تاثير ده ايه على قطاع الصناعه خلال السنوات اللي جايه؟ طبعا النهارده لما يكون القطاع الصناعي في نفاذيه لمنتجه في التسويق الخارجي ده اعتقد انه ده اكبر داعم للصناعه في حد ذاتها. ويمكن احنا شفنا مبادره لسياده الرئيس لرد الاعباء المتاخره اللي كانت للمصدرين، دي كانت اكبر داعم للقطاعات الصناعيه وخلق حاله من الرواج. النهارده الفلوس اللي كانت متاخره للمصدرين والمصنعين المصريين كان بيتم سدادها على اجل ما بين الاربع والخمس سنين
الأجل طويل جدا. النهارده بيتم سداد هذه المتأخرات في خلال سنه واحده، فده دفع المصدرين النهارده ان هم يرتقوا بجوده المنتج. يمكن في تجديدات من سياده الرئيس بضوابط الجوده الاوروبيه والامريكيه للمنتج المصري، فده النهارده وضع بقى في ميزه تنافسيه للمنتج المصري. أكيد. وزي ما قلنا قبل كده ان في هو بالفعل في نفاذيه وقبول على الاسواق العالميه، فعشان كده النهارده بنشوف ان في خطوات او يمكن وثبات لزياده. اكيد يا دكتور، خطوات كبيره وانجاز كبير الحقيقه في قطاع الصناعه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي استاذ الاقتصاد. نروح مع حضراتكم لملف آخر، وده في إطار جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين. تم تفقد عدد من مسؤولي أو تفقد عدد من مسؤولي الدولة بالأمس للموقف التنفيذي لإنشاءات محطة إنتاج شتلات قصب السكر بوادي الصعيدة في مركز إدفو في أسوان. هذه المحطة بتقع على مساحة 80 فدان وبتكلفة إجمالية وصلت إلى قرابة المليار ونصف المليار جنيه. من المتوقع أن تبلغ طاقتها الإنتاج 80 مليون شتلة في الموسم الواحد. بتهدف هذه المحطة لخدمة مناطق زراعة القصب بالمحافظة مع تشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية. عبارة عن إيه هذا النظام وإيه المزايا الموجودة في زراعة القصب من خلال نظام زراعة الشتلات؟ ده اللي هنعرفه مع حضراتكم في هذا العرض. نعرف تفاصيل أكثر عن هذه المحطة مع دكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية. دكتور محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك. المصريين كلهم صباح الخير. وعايزين نعرف من حضرتك أهمية تلك المحطة ومردودها إيه كمان على المزارعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بتوجيهات كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء محطة لإنتاج شتلات قصب السكر لزيادة الإنتاجية، وفي نفس الوقت في ظل مبادرة حياة كريمة زي ما حضرتك تفضلت لرفع كفاءة الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المزارعين. طبعا حضرتك تفضلت وتكلمت عن محطة إنتاج شتلات قصب السكر بوادي الصعيدة. في محطة تانية خلاص كان مع الوزير من يومين زي ما حضرتك تفضلت، بيتفقد اللمسات الأخيرة لمحطة كومومبو اللي بدأت بالفعل تشغيل تجريبي. محطة وادي الصعيدة دي على 80 فدان، طاقتها الإنتاجية 160 مليون شتلة على موسمين. دي هتعمل نقلة كبيرة جدا في إنتاج السكر وفي إنتاج قصب السكر. نعم. الحقيقة طيب. وحضرتك تتحدث عن قصب السكر إذا سمحت، يعني إحنا بنتحدث عن اكتفاء ذاتي من سلعة استراتيجية مهمة جدا وهي السكر، بالإضافة لما تحققه هذه المحطة من فوائد للمزارعين، عايزين نعرفها من حضرتك، لأن إنتاجية الفدان المفروض إن هي مقارنة بطرق الزراعة العادية بترتفع من 33 إلى 55 طن للفدان الواحد، بالإضافة طبعا لتوفير موارد المائية بنسبة بتصل إلى ما بين 35 إلى 40%، وده رقم هائل جدا. الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت متوسط الانتاجية الحالية من 30 ل 32 طن للفدان. المحطة دي بإنتاج الشتلات بتساعدني على أن أنا بظبط الكثافة النباتية اللي هو بيتزرع ب 7000 شتلة. 7000 شتلة لو اتكلمنا عليهم، خلينا نحسبها حسابيا، لو اتكلمنا عليهم في متوسط تفريع الشتلة الواحدة هيبقى 10 فروع، هتديني 70000 نبات. عود قصب السكر ما يقلش في وزنه عن كيلو، يعني أنا بتكلم عن 70 طن مع المزارع المجتهد. يعني بنتكلم زي ما حضرتك تفضلت على حد ادنى في الانتاجيه 55 طن، يعني تقريبا ضعف الانتاجيه الحاليه. الكلام ده هياثر في ايه؟ الكلام ده هيرفعني من طاقه الانتاجيه للسكر من القصب من 58000 طن ل 900000 طن الوضع الحالي الى 1.3 مليون طن.
مع انتاجيات البنجر يبقى انا حققت اكتفاء الذاتي مع فائض التصدير باذن الله. في نفس الوقت انا بوفر زي ما سيادتك تفضلت في الميه بنسبه 40% لزراعات اخرى برفع كفاءة السماد اللي انا بستخدمه مع توفير مش اقل من 30% من السماد المستخدم مع زيادة في الانتاجية، وبوفر على المزارعين الطلب اللي بيطلبوه كل سنة بزيادة اسعار القصب. لا هيبقى عندي زيادة في الانتاجية بفضل الله. طبعا محطة وادي الصعايدة باذن الله هتدخل موسوعة جينيس بعد اكتمالها ان شاء الله ودخولها في الافتتاحات الرئاسية باذن الله. ان شاء الله احنا بنحيي طبعا حضرتك وكل القائمين على ايجاد مثل هذه الشتلات، يعني مركز البحوث الزراعية ليه ادوار مهمة جدا في توفير كل التقاوي وانواع المختلفة من الشتلات الزراعية المناسبة لنا في مصر. جزيل الشكر لحضرتك الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية على كل هذه المعلومات. هنروح لقطاع الصحة، وبالأمس كشفت الحكومة عن إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة. المبادرة منذ انطلاقها في سبتمبر سنة 2019 استطاعت تقديم خدمات الفحص السمعي ل4,997,000 طفل، إلى جانب زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية ل34 بدلا من 30 مركز بجميع محافظات الجمهورية، وتزودها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية. هنتعرف على معلومات أكثر عن المبادرة في سياق العرض التالي. خلينا نرحب دكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لهذه المبادرة، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، معنا عبر الهاتف. صباح الخير لحضرتك دكتور أحمد. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. عايزين نعرف من حضرتك، احنا بنتحدث عن أرقام عظيمة للغاية، أكثر من 4,900,000، يعني قرابة 5 مليون طفل حديثي الولادة تم الكشف عليهم، تم إحالة قرابة 277 وأكثر من 700 طفل إلى يعني إعادة الفحص مرة أخرى. طبعا مش هذا العدد مش كله يعني بيعاني من المشاكل فيما يتعلق بالسمع، ولكن تم إعادة الفحص لكل هذا العدد الكبير. ما كانش ممكن نصل إلى الكشف على كل هذا العدد الكبير في مناطق الجمهورية المختلفة من غير تأهيل للوحدات الصحية يا دكتور أحمد سمعيا؟ يا ريت حضرتك تحدثنا عن هذه الجهود. حقيقة يا فندم ده كان الجهود ده طبعا كان ابتدى سنة 2000 آخر نهاية 2019، كانت بداية المبادرة. المبادرة هي عبارة عن مش حاجة وقتية، دي هتبقى معانا مستمرة على طول. المبادرة نفسها فايدتها ايه؟ فايدتها ان احنا نحد من الإعاقة السمعية اللي هي تعتبر رابع إعاقة على مستوى العالم من حيث الانتشار، فكان لابد ان احنا نعمل آلية للفحص الأطفال حديث الولادة في الوحدات الصحية. الدولة طبعا كانت مشكورة ان هي ابتدت ان احنا نحط البدايات ب 1500 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، دلوقتي وصلنا ل 3500 وحدة على مستوى الجمهورية، وده طبعا رقم قوي جدا بحيث ان احنا نوفر الاستفادة لكل طفل حديث الولادة، الأب والأم ان هم ما ياخدوش مشقة التعب ان هم يوصلوا لحاجة بتبقى قريب منهم جدا الوحدة الصحية. أكيد يا دكتور. عايز أعرف من حضرتك برضو يعني نقطة أخرى خاصة، مثلا لو الطفل خلاص تأكد دلوقتي إصابته، إيه الإجراءات اللي هياخدها؟ حقيقة الإجراءات هي في الوحدة الصحية في البداية في جهاز بيشوف المسح السمعي ليه. الجهاز ده لو طلع هو يعني سهل جدا، لو لقينا إن في مشكلة عنده في السمع بيتعادلوا في نفس المكان بعد أسبوع بنفس المركز. لو اتضح ان لسه في مشكله في السمع
بنحوله على 34 مستشفى على مستوى الجمهوريه، فيها بقى فيها اجهزه متطوره بحيث ان احنا نعرف مقدار الضعف السمعي عنده شكله ايه ونوع الضعف السمعي شكله ايه. دي معلومات مهمه جدا يا دكتور احمد، بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادره رئيس الجمهوريه للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الاطفال حديثي الولاده. هنروح مع حضراتكم نشوف نموذج يعني بنفتخر بيه كلنا لطالبة رياضية هي اسمها فاطمة الزهراء، واللي حصلت على ميداليتين ذهبيتين في سباقي ال 1500 متر وأيضا ال 800 متر، وده ضمن منافسات ألعاب القوة بدورة الألعاب العالمية اللي أقيمت في فرنسا، وتخطت بذلك 79 دولة مشاركة على مستوى العالم. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل من خلال انضمام الطالبة فاطمة الزهراء، الطالبة والبطلة الرياضية فاطمة الزهراء الفائزة بذهبية البطولة معنا عبر الهاتف. صباح الخير عليك يا فاطمة. صباح الخير يا فاطمة. على خير، مبروك ليكي طبعا، احنا فخورين بيكي جدا. عليك يا رب. طيب فاطمة احكي لنا بقى، عايز اعرف منك تفاصيل كده المشاركة، شاركتي ازاي؟ فاطمة انت سامعاني؟ شاركتي ازاي يا فاطمة؟ يعني عملتي ايه عشان توصلي للنقطة دي وللفوز ده؟ فنيت يا طيب فاطمة. فاطمة معاكي والدتك الأستاذة نجلاء؟ لا. طيب انت قولي لنا ازاي وصلتي للفوز ده، احكي لنا كده عملتي ايه هناك. الو يا فاطمه. طيب احنا بنبارك لك يا فاطمه على الفوز ده، واحنا فخورين بيكي جدا ومستنيين منك فوز اكتر كمان في يعني لو معاكي ماما طبعا نكلمها ونعرف منها تفاصيل، بس واضح ان هي مش معاكي دلوقتي، صح يا فاطمه؟ ماما معاكي؟ طب ادهاني اكلمها شوي. ايوه يا فندم. استاذه نجلاء ازي حضرتك؟ صباح الخير. صباح النور يا فندم. احنا عايزين نعرف بقى فاطمه، طبعا احنا فخورين بيها جدا ومبروك ليها على الفوز، وعايزين نعرف من حضرتك حصل ازاي المشاركه والفوز ده. الله يبارك في حضرتك. هي فاطمة لعبت كأس مصر وجمهورية وتميزه الحمد لله، كسرت الرقم اللي كان مطلوب الدولي فتأهلت للمنتخب، بقى لها 9 شهور قاعدة في منتخب مصر، والحمد لله سافرت بطولة فرنسا حققت ميداليتين ذهب 1500 متر و 800 متر. تمام. يمكن يا أستاذة نجلاء برضو نقول الاسم بوضوح، الأستاذة نجلاء أحمد والدة البطلة الرياضية فاطمة، يعني عايزين نعرف من حضرتك، احنا البعثة اللي راحت بنتحدث عن 35 لاعب ولاعبة في مختلف الألعاب الرياضية، وقدروا ان هم يحققوا 27 ميدالية، يعني رقم عظيم جدا ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، يعني مش عايزين ان احنا نغفل الميداليتين الذهبيتين، ميداليات مهمة جدا حصلت عليهم بنت حضرتك بطلتنا الرياضية. كيف كان الدعم بقى في فترة التدريب، في فترة السفر، في وجود البعثة نفسها هناك في فرنسا مع نسبة المنافسة القوية جدا اللي كانت موجودة؟ هي كانت بتنافس 97 دولة. نعم 79 تقريبا. نعم. لا 97 97 دولة. نعم ايوه نعم. انجاز كبير يا استاذة نجلاء، وعايزين نعرف منك حضرتيها ازاي والكواليس كانت عاملة ازاي قبل ما تشاركوا. عايز اقول لحضرتك هم كانوا بصي مضغوطين جامد قبل كمان الصفة، كانوا مضغوطين في التمارين جامد، بذلوا معاهم مجهود رائع في المعسكر، الحمد لله أحلوهم ان هم يكونوا ابطال عالم. هي كانت كل يوم قبل ما تنزل البطوله كانت بتكلمني الصبح، يا ماما انا خايفه اصلي وادعي لي، اقول لها حبيبتي ربنا معاكي ان شاء الله، تقول لي يا ماما انا هجيب ذهب، اقول لها ان شاء الله يا حبيبتي ربنا يوفقك. والحمد لله لا، والبعثة كانت مهيئاهم ان هم ما حسوش باي غربه ولا اي خوف ولا دي اهم حاجه فعلا، دي اهم حاجه العامل النفسي. لا والبشمهندسه امل كمان كانت ام ليهم، ربنا يبارك لها وتكون سند وعون لاولادنا كلهم يا رب. احنا بنبارك لفاطمه وبنبارك لحضرتك على الفوز، بشكرك شكرا جزيلا استاذه نجلاء والده فاطمه الزهراء.
هنروح دلوقتي مع حضراتكم لمجموعة مختلفة من الأخبار، وهي الأخبار الاقتصادية، وهتكون مع زميلتنا العزيزة آلاء شتا. صباح الخير عليك يا آلاء. صباح الخير باسم، وصباح الخير سارة، وأهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه الجولة في أخبار الاقتصاد. أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن تشديد شروط الائتمان في أعقاب حالات إفلاس المصارف خلال شهر مارس الماضي ربما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن إقرار مزيد من تشديد السياسة النقدية سيتوقف على البيانات المقبلة. وأوضح البنك الفيدرالي في تقريره النصف السنوي المرسل للكونغرس الأمريكي أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستحدد مدى تشديد السياسة النقدية في كل اجتماع على حدة، مشيرا إلى أن عملية إعادة التضخم عند نسبة 2% تحتاج إلى فترة نمو اقتصادي دون المعدلات الطبيعية وبعد التراجع في ظروف سوق العمل. سجلت صناعة الليثيوم في الأرجنتين ارتفاعا قياسيا، حيث زادت قيمة صادراتها إلى 60 مليون دولار في شهر مايو الماضي، وذلك بنسبة نمو تقدر ب 17% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأشارت الهيئة المسؤولة عن التعدين في الأرجنتين أن الليثيوم شكل 19% من صادرات التعدين خلال شهر مايو، حيث تمتلك الأرجنتين 3 مناجم ليثيوم نشطة و38 منجما قيد التطوير. ننوه مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت 2.4%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.3%، وسجلت أسعار النفط 76 دولار و61 سنتا للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 دولار و78 سنتا للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 1.5%.
ختام هذه الجولة الاقتصادية مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وسنعود مجددا مع حضراتكم لاستكمال فقرات برنامج هذا الصباح مع باسم وسارة. من عام 2014 انتهجت القيادة السياسية مجموعة من الخطوات كان هدفها إنهاء فترة العزلة والتهميش لشباب مصر واللي عانى منها لسنوات وعهود قبل ثورة يونيو 2013. الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم كان مؤمن بضرورة تمكين الشباب وإفساح الطريق قدامهم وتأهلهم عشان يقدروا يتولوا المسؤولية في المستقبل، وكان من ثمرة الجهود دي إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة للعمل على إدماجهم في أروقة العمل التنفيذي الحكومي، وتم تعيين عدد كبير من الشباب كمساعدين ومعاونين للوزراء والمحافظين. أيضا كان من بين الجهود إطلاق منتدى شباب العالم عام 2017 وتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وإطلاق المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات وغيرها من الإجراءات اللي استهدفت وضع الشباب جنبا إلى جنب مع الدولة وأجهزتها عشان يكونوا مؤهلين لتولي القيادة في المستقبل. هنحاول نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذه الجهود من خلال نقاشنا في استوديو هذا الصباح مع الكاتب الصحفي الأستاذ زكي القاضي. صباح الخير أستاذ زكي. صباح الخير يا أستاذ، وصباح الخير أستاذ باسم، وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح النور يا أستاذ زكي، منورنا في هذا الصباح. واسمح لنا نبدأ مع حضرتك علشان نكسب أكبر قدر ممكن من الوقت في تناول هذا الموضوع. الحقيقة يمكن متشعب في أمور كثيرة جدا، بداية من يعني قرار القيادة السياسية أن هو يكون في دايما خلينا نقول قنوات اتصال مفتوحة دايما مع الشباب منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن هذا الأمر كان ملفت بشكل كبير، ربما كانش موجود بهذه الصورة قبل ذلك. ثم بداية تأهيل الشباب بقى وتحضيرهم لكي يكونوا موجودين في المناصب المختلفة من خلال عدد كبير جدا من المبادرات المختلفة. نشوف مع حضرتك كده الترتيب اللي مشينا بيه كيف كان منذ 2014 وحتى الآن. طيب خلينا نؤكد فيها البداية إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه أولويات منذ توليه المسؤولية في 2014، وهذه الأولويات بتتضح نتائجها وأهدافها مع الوقت كمان، وكل ما احنا مع سيادته الأمور بتتضح، وهذه النتائج دايما الحمد لله بتكون إيجابية وليها قفزات غير تقليدية، بمعنى إن اللي بيتحقق ده كنا ننتظر إنه ممكن يتحقق في 20 و30 سنة جايين، لكن بفضل الله قدرنا نحقق هذا الأمر في 10 سنوات فقط، وهذا الأمر على كثير من المسارات اللي تصدت لها الدولة، واحد هذه المسارات هو مسار دعم الشباب. دعم الشباب منذ اللحظة الأولى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية هو كان عنده رؤية أن الشباب هم المستقبل، والشباب هم المستقبل، يبقى احنا محتاجين نعمل لهم عملية تأهيل وتطوير وتدريب عشان يقدر يبقوا موجودين في الأماكن اللي بيستحقوها، سواء هذا الأمر أو هذا المسار التنفيذي اللي فيها الحكومة أو المجلس النواب ومجلس الشيوخ وخلافه من المناصب المتوزعة على الدولة المصرية، بالإضافة إلى دعم فكرة المواهب والإبداع في الناس اللي لها اهتمامات خارج هذا الإطار الحكومي أو الإطار التشريعي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ومنذ اللحظة الأولى كان سيادته وفي خطاباته الأولى حتى منذ تولي المسؤولية في 2014 كان بيؤكد على هذا السياق، أن احنا الشباب هم اللي لازم نبقوا موجودين معانا في الصورة، لابد أن هم يستوعبوا أفكار الدولة والرؤية بتاعتها وفلسفتها عشان احنا لما ننزل على الأرض ونطبقها لازم الشباب دول هم اللي هيبقوا معانا يشرحوا للناس، لأنهم عندهم قدرة أولا على التحرك أسرع طبعا. وعندهم لغة مقربة للناس، لأن لغة بطبيعتها متطورة ما مش مرتكنة لحاجات قديمة أو موروثات أو كلاشات، فسيادته دعم هذا الأمر. ما بعدين طلعت فكرة عظيمة للغاية وفي 2016 وهو المؤتمر الوطني للشباب. كان المؤتمر الوطني للشباب ده فرصة عظيمة للغاية، برند احنا بنبدأ فيه عشان نستوعب كل الشباب اللي موجودين معنا، لازم نوجد لهم مكون محلي يبقوا موجودين فيه يتكلموا يتناقشوا، يبقى الوزراء والحكومة وسيادة الرئيس موجودين نقدر نتكلم معهم. طيب احنا لما بنعمل هذا المكون الوطني اللي ليه آليات وطنية حقيقية عشان نفتح عند الشباب الكلام، نعمل ايه بقى؟ نبدا نتحرك، نروح اسوان، نروح اسماعيليه، نروح اسكندريه، نروح جامعه القاهره. فكانت هي دي فكره مؤتمر وطني للشباب، والاخيره حتى اللي سيادته حضروا في الاسكندريه الاسبوع الماضي بالزبط. في هذه الانشاء او صناعه مكون عشان يستوعب افكار الشباب
نتج عنه منتدى شباب العالم. منتدى شباب العالم اللي هو دلوقتي اصبح بقى خرجنا هنا من فكره مكون محلي لفكره براند عالمي فعلا. الشباب على مستوى العالم بيتابعوه. وهنا انا ما بقولش حاجات برضو من دماغي او حاجات بتصوراتي انا الشخصيه، لكن الارقام بتثبت ان كل ما يتم الدعوه لمنتدى شباب العالم في مصر بيتم التقديم ليه من كل دول العالم. شباب زخم كبير بيبقى موجود فعلا، شباب عايزين يحضروا فبيقدموا على الموقع وبتبدا عمليه الاختيار. وكتير من المنتديات تبدي حضرها ناس متحدثين، مش بس حضور من ناس من بره مصر، كان كل الجنسيات ممثله وموجوده عندنا. واتذكر ان حتى في اخر نسخه قبل النسخه الاخيره اللي هي سيادته او الاكاديميه الوطنيه اخذت فيها منحة ان احنا ما نعملوش في مدينه شرم الشيخ وناخد له مبادرات دعم للاوضاع الاقتصاديه. النسخه اللي قبلها حضر اظن من اقرب اكتر من 90 دوله ممثلين منها موجودين داخل منتدى شباب العالم. فاحنا هنا اصبح عندنا براند عالمي في موضوع الشباب، وهذا الامر لم يكن ليتحقق لولا دعم سياده الرئيس. طب يبقى هنا بنتكلم عن مؤتمر محلي براند عالمي منتدى شباب العالم. في السياق بقى هنا عندنا تجربتين عظام للغايه، ولابد هم دول بقى لازم نتكلم فيهم، وده مهم جدا. عايزه ابدا مع حضرتك بالبرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده اللي بيضم قاعده كبيره الحقيقه علشان تاهيل الشباب في العمل السياسي والاداري. طيب احنا لما كنا دايما سيادته لما عنده مصطلح عظيم للغايه، احنا لما نيجي نقول اكلاشيهات كبيره او مصطلح كبير لازم ندور ونفكر في الاجراءات. يعني بنقول هنساعد الفقراء، طب ايه الاجراءات اللي نساعد بيها الفقراء؟ هنساعد الشباب ونأهلهم، ايه الاجراءات اللي هنساعد بيها الشباب؟ عشان ما يبقاش مصطلح سياسي شعبوي ملوش على الارض واقع او ما بقاش موجود على الارض واقع. فالاكاديميه الوطنيه للتاهيل والتدريب واللي هي بدات بفكره ان هي الاول الشباب وبعدين تطورت ان هي تبقى اكاديميه كبيره للتاهيل والتدريب، هي كانت برضو جزء من الاجراءات الحقيقيه العمليه اللي نقدر نستوعب بها الشباب. بدل ما احنا نقول يلا يا وزاره كذا اهل الشباب، يلا وزاره التعليم اهل الشباب، يلا مش عارف لا. في مكان مخصص اصبحنا ان احنا نوجد مكان حقيقي اولا يشرف عليه ناس متخصصين وناس ليهم صفه العالميه كمان في مجلس الامنه، للقيادات بتاعته قيادات متطوره ومصاحبه لغه الشباب. اصبحنا نخرج دفعه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، الدفعه دي بتبدا تنتشر في الدوله عشان نبدا نشوف فكره الدوله. فاحنا لما نوجد هذه الاليه الحقيقيه اللي ليها معياريه العالميه وليها معياريه المناهج نفسها متطوره ومرنه وليها كمان ادوات ان هي تبدا تحط للشباب افكار نوعيه يقدروا نستفيد منها، فهم دول حتى اصبحوا القائمين على منظومه عمل تنظيم المؤتمرات الكبيره في الدوله المصريه. يعني اخيرا حتى قمه المناخ اللي تمت في شرم الشيخ كانوا هم شباب برنامج الرئاسي اللي بيعملوا هذا الامر. الحوار الوطني نفسه الاخير ده الاكاديميه حضرتك قبل ما نروح بس للحوار الوطني، هنرجع تاني للاكاديميه الوطنيه للتدريب وتاهيل الشباب، ولكن نشوف مع حضرتك ومع الساده المشاهدين هذا العرض المعلوماتي عن انجازات دوله ال 30 من يونيو في تمكين الشباب، ونرجع نكمل هذا الحوار الثري جدا.
زلنا مستمرين مع حضراتكم ومع الأستاذ زكي القاضي الكاتب الصحفي طبعا الكبير. أستاذ زكي عايزين نعرف من حضرتك, وإحنا كنا لسه بنتحدث عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب, لسه قريبا كانت بيتم الاحتفال بمرور 5 سنوات على يعني بداية الأنشطة في الأكاديمية الوطنية, وهنا يمكن البعض لو بنتحدث عن المواطن العادي مش كتير عارف مدى أهمية هذه الأكاديمية, بتعمل إيه, إيه البرامج اللي بتقدمها, يعني إيه إن هي بتأهل الشباب للقيادة, وهي بتتبع نظم يعني حقيقة عالمية بشكل يعني هو يمكن اللفظ السليم والمناسب. فلو حضرتك تحدثنا أكتر عن ماذا تفعل هذه الأكاديمية. طيب, الأكاديمية الوطنية للتدريب منجز عظيم للغاية في الجمهورية الجديدة, ولم يكن له أن يظهر للنور لولا دفع وتعزيز من الرئيس عبد الفتاح السيسي, وكمان أن يتولى مسؤوليته ناس عندها قدر عظيم من الاحترام وفكر تقدير الدولة وحجم جمهورية مصر العربية. عشان كده كان تصورهم للأكاديمية واللي احنا بنشوفه دلوقتي هو التصور الأنسب, ان احنا نستوعب كل الشباب بأفكارهم وبعد كده نطور هذا الأمر ان هم يعملوا عملية برامج تدريب أخرى للأفارقة وللقيادات والبرامج المتنوعة الأخرى. هي نوع من أنواع الأدوات الوطنية الحقيقية اللي الشباب يقدر يقدم عليها. طب يقدم عليها ازاي؟ هم عندنا احنا 4 أو 5 دفع دلوقتي تقريبا اسمهم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب, بيقدموا عبر اللينك اللي موجود على الأكاديمية الوطنية للتدريب حينما يفتح الباب. بعد كده بتجرى اختبارات مرحلية, يعني اختبار ورا اختبار عشان نوصل للمعمية المفرزة الأخيرة, عشان يبقى عندنا شباب قادر ان احنا نقدر نعلمه ونأهله يبقى موجود في السوق. احنا هنا لو قلنا ان استهدفنا 1500 او 2000 أو 3000, عملية الانتشار الموضوعية لهؤلاء في جسد الدولة او في مفاصل الدولة هو ده اللي بيقدر معانا غير اللي احنا بنتكلم عنه دايما. انت حضرتك تقول ايه, هو احنا امتى نبقى الافضل, او امتى العمليه دي المؤسسه دي تتغير, امتى القصه دي تتغير. اللي بتعمله الاكاديميه الوطنيه للتدريب والبرنامج الرئاسي هي عمليه الانتشار اللي نتيجتها ممكن تظهر بعد 10 او 15 و20 سنه, لان هم دول اللي هيبقوا موجودين بفكرهم. ومش معناها ان الشخص ده هو اللي هيبقى ممثل للدوله, لكن فكره نفسه بينتشر وسط اللي حواليه, فيبقى فيه 2 و3 و4 و5 نسخ من هذه الصوره. فهو ده التصور الاول لفكره الاكاديميه الوطنيه للتاهيل والتدريب. وكمان هي صفه ان مجلس الأمنة أو الناس اللي بيقوموا بالتدريس فيه أو فكرة المناهج كلها بتتطابق مع المعايير الدولية. سيادة الرئيس, زي ما لما بندخل نقول عشان نتصدى لأي موضوع نقول إحنا عايزين نعمل حاجة بالمعيار العالمي, والمعيار العالمي ده بيقول إن إحنا لازم نشوف كل الأدوات اللي موجودة عشان نقدر نعلم بها الشباب عشان يصبح عندهم مضمون حقيقي. ودايما أنا بحب أقول إن صاحب المضمون الحقيقي هو اللي بيكمل. أي حد يعني أدواته مصطنعة أو أدواته ليست سليمة ويظن إن هو موجود في مرحلة, ده عمره ما هيكمل. اللي بيكمل أصحاب المضمون الحقيقي. الأكاديمية قادرة على صناعة ناس لها مضمون حقيقي. بالإضافة عايزين برضو عشان نلحق معانا الوقت, التجربة الأخرى العظيمة للغاية وهي تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي برضو أحد الأدوات الوطنية العظيمة للغاية لاستيعاب قدرات الشباب في الاتجاه السياسي أو المسار السياسي. رؤية حضرتك ليها إيه؟ أولا هي تجربة تحولت لمشروع بأدوات ناجحة, ده رقم واحد. رقم اتنين ان الشخصيات اللي بتنضم لتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وعملية الفرز والضبط اللي دايما مستمرة فيها واللي بلاحظها في البرامج اللي بيطلقوها والمشروعات اللي بيطلقوها تؤكد على انها مسارها سليم للغاية, منضبط للغاية, قادرة على تقديم نموذج حقيقي يتوافق مع معايير السياسة بمفهومها الحقيقي. حتى ان هم بيقول لك احنا بنقدم سياسة بمفهوم جديد. سياسة بمفهوم جديد بتقول ان احنا نستوعب قدرات الدولة بسياقها العام, ونفس الوقت يبقى عندنا قدرة على طرح الرؤى وطرح المشاريع وطرح الأفكار. عشان كده عندهم ما يقرب من 48 نائب في مجلس النواب مجلس الشيوخ, ولديهم 6 نواب محافظين كلهم نماذج محترمة للغاية, قدموا صورة حقيقية للدولة المصرية. يعني الصورة الحقيقية للدولة المصرية مش معناها ان انت تبقى مع الدولة المصرية في أفكارها ومساراتها كاملة, لكن انت عندك مساحة من الإبداع, مساحة من الابتكار, مساحة من طرح الرؤية عشان تبقى الصورة مكملة بعضها. سيادة الرئيس زمان لما بيطلع حتى في أي التزام وبيتكلم على إيه, إحنا عايزين نسمع بعض. فلما حضرتك تطرح رؤيتك في هذا المسار, الدولة قادرة وهي عايزة تعمل ده إن هي تستوعب رؤيتك. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت هذه الفرصة العظيمة, فعشان كده بتقدم لنا حاجات زي المنصات, حاجات الصالونات قصدي, النقاشات, الطرح في القضايا. حتى إن النماذج اللي اتكلمت منهم في الحوار الوطني كانت نماذج عظيمة للغاية وطرحت كلمات, ولديهم متخصصين, بالإضافة إلى لديهم ناس بيتكلموا في السياق العام أو في مسار عام الدولة المصرية
الدولية، فطرح رؤية محترمة للغاية. ثالث حاجة عشان عملية برضو النقلة فيما يخص ملف الشباب هو الحوار الوطني. الحوار الوطني أنا مقرر مساعد لجنة شباب في الحوار الوطني، وهذه اللجنة استحدثت بعد ما تم تشكيل اللجان، وبعدها قرر المجلس أمنا أنه يستحدث لجنة للشباب، وتم اختيار النائب أحمد فتحي مقرر وأنا مقرر مساعد. لجنة الشباب دي أحد برضو الفرص العظيمة للاستماع لرؤية الشباب عشان ترفع لمجلس الأمنا منها لسيادة الرئيس. إحنا في لجنة الشباب دعينا كل أطياف المجتمع ما بين أقصى اليسار لأقصى اليمين، يعني أقصى اليسار يعني إيه؟ يعني الناس المعارضة جدا، وأقصى اليمين الناس المؤيدة جدا، عشان نسمع ليهم في سبع موضوع. وده ما يميز الحوار الوطني بالضبط. فإحنا يعني برضو دي هي أحد الأدوات الرئيسية في دعم الشباب، وإحنا بإذن الله نكون على قدر المسؤولية. والناس اللي شاركوا معانا كمان في لجنة شباب في الموضوعات اللي جاية، إحنا عندنا موضوعات مهمة زي التمكين السياسي والاتحادات الطلابية ومراكز الشباب وقطاع الرياضة. أظن القطاعات دي لو الشباب اتكلموا فيها نقدر كمان تكون عندنا فرصة زيادة على البرنامج الرئاسي والتنسيقية والحاجات اللي بتبقى، إن إحنا يبقى عندنا فرص كمان زيادة نطرح رؤيتنا للشباب، عشان بكرة وبعد برضو دول هم اللي يخرج منهم القيادات، وهم اللي المفرخة الرئيسية لكافة المناصب التنفيذية والتشريعية. يمكن الحاجة المشتركة في كل ما ذكرناه من يعني أمور مختلفة في 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 سعي الدولة لأن هو يكون في جيل جاهز وعنده الوعي الكافي إن هو يقدر يواجه المشكلات بأفكار جديدة، زي ما حضرتك ذكرت هو مش فكرة إن هو لازم يبقى متسق تمام الاتساق مع أفكار الدولة، ولكن يكون متسم بالوطنية، يكون فاهم يعني إيه مؤسسات الدولة المختلفة، كيف تعمل كل مؤسسة، الدستور ومبادئ الدستور التي لا يمكن الخروج عليها. ثم نبدأ بقى نحن يعني عرفنا وفهمنا كل ده، نبتدي نتعلم مع بعض ونكتسب من خبرات بعض الخاصة بالقيادة في المناطق المختلفة أو في القطاعات المختلفة. جزيل الشكر لحضرتك على يعني هذا الشرح الوافي لكل هذه الأمور، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ زكي القاضي، شرفتنا ونورتنا في أكل لحضراتكم. جزيلا وشكرا للسادة المشاهدين. شكرا لحضرتك. جزيل الشكر للسادة المشاهدين بالطبع أيضا على حسن المتابعة، عشان وصلنا لنهاية هذه الحلقة من هذا الصباح، وبالتأكيد تحياتي لزميلتي العزيزة سارة سراج. تحياتي ليك يا باسم، وتحياتي للأستاذ زكي القاضي الكاتب الصحفي، وطبعا لزميلتنا ألاء شتا. وشكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة، واستنونا في حلقة جديدة من هذا الصباح غداً.